مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير هيدا الحروج الرائع على الطريقة السورية. طريقة كتير كتير رائعة وطيبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا فروج بيوزن 2 كيلو. بدنا نبلش بالخلطة. عنا نص كوب حامض عصير حامض ليمون، 10 حبات ثوم، راس ثوم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح، كمان ملعقة صغيرة 7 بهارات، عنا دبس البندورة 2 ملاعق طعام، وممكن نستبدل دبس البندورة دبس الفليفلة. نص كوب طحينة، بزيت نباتي، منحط كوب ونص مي، خليتهم منيح مع بعض. هذه خلطة كتير طيبة ورائعة، اللي ما بحب الطحينة ممكن ما يحط طحينة، حسب انتو اذا بتحبوا طحينة ام لا، بس الطحينة بتعطي كتير نكهة طيبة للفروج. طريقة كتير حلوة ومختلفة هيدي الطريقة. بعد ما خلطنا كل شي منيح، هلا بدنا ننقع الفروج. الخلطة على جنب، بدنا نقص الفروج بهيدا الشكل من النص. هلا بحطه بالخلطة. بنقعه أقل شي ساعة وممكن أكتر، ما في أي مشكلة. هذا الفروج بعد ما نقعته ساعة، هلا بدنا نكفي الطريقة مع بعض. مثل ما قلت لكم ممكن ننقعه أكثر، ما في أي مشكلة، كل ما نقعنا الفروج كل ما أفضل. حطه بالصينية. بسم الله. بدبس عليه بهيدا الشكل، بضغط عليه بهيدا الشكل. هلا صار تمام. وهيدا الصوص شو بعمل؟ بحطه فوق الفروج.
رح نحط فوق الفروج كمان هولي مطيبات، ورق غار، عود قرفة، هيل، خمس حبات هيل، كمان حب فلفل أسود. هولي بس مطيبات بيعطوا نكهة كتير طيبة ورائعة. وبحط كمان عندي هيدا جاي حر وسط، رح أقطع أعمله شرائح وحطه كمان بالمرقة. بسم الله، بيعطي شكل ونكهة كتير حلوة. في حر خفيف جاي مش كتير. حطهم فوق الخلطة شكل هيك، شفتوا إذا هلا أعطى شكل كتير رائع. كمان رح حط قرن حار تاني. بغلف الصينية بالسميطة، وإذا ما متوفر عنا السميطة بغلف بالكيس الحراري. بحط الصينية بالفرن على درجة 250 من الأعلى والأسفل. مع الفروج رح أعمل أنا وياكم رز أبيض، عشان نكهته كتير طيبة من الأفضل نعمل على جنبه رز أبيض. عندي هون 3 معالق طعام زيت نباتي وملعقة طعام سمنة، ممكن نستبدل السمنة بزبدة ما في أي مشكلة. بحط الرز، عندي كوب رز هون رز بسمتي، بحط فوقن كوب ونص مي، هيدا كوب وهيدا نص، كمان رشة ملح صغيرة. هلا بتركن يغلوا مع بعض. بس صار الرز بهيدا الشكل فيه مي خفيف، هلا بغطي الطنجرة وبخفف الغاز على الأخير على الواحد، وبتركن حوالي 7 دقايق ليستوي الرز. هيدا الفروج بعد ما حطيته بالفرن ساعة ونص على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. شيل السميكة. بهيدا الشكل بعد بس بدي احطه بالفرن، حمل الفرن من الاعلى لياخد لون خفيف، لون الشوي الخفيف. هيدا الفروج بعد ما حطيته من الاعلى وصار اخد هيدا اللون، هيدا شكله النهائي، كتير كتير رائع ما شاء الله، روعة. شفتوا كيف رائع جدا. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.